الحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة إسطنبول تركيا الباحث السياسي شاهو القرداغي. أهلا بك أستاذ شاهو. تحياتي، أهلا وسهلا أستاذ شاهو. كيف تقرؤون حديث إحسان شمر يعني اللجوء للقوة في حال عدم تنفيذ سلطات كردستان العراق للشروط 13 في وقراءتكم لمثل هذه التصريحات في هذا الوقت بالذات؟ حقيقة هذه الشروط بداية هي شروط تعجيزية، وفي حال قام حكومة إقليم كردستان العراق بتطبيق هذه الشروط لا يوجد مانع أيضا أصلا للمفاوضات. على ماذا يتم التفاوض بعد تطبيق هذه الشروط؟ هذه الشروط تقوم بإنهاء كافة الصلاحيات والسلطات لحكومة إقليم كردستان، وتنهي مبرر وجود حكومة كردية أصلا. وهذه الشروط منها أيضا عدم ذكر إقليم كردستان العراق وإنهاء الكيان الموجود في كردستان العراق، وبالتالي هي شروط تعجيزية، وهي شروط وضعت بنية عدم المطالبة بها، عدم أو تطبيقها على أرض الواقع. ولكن من أهم أسباب هذه الشروط الصعبة والقاسية للعبادي هو الانقسام الموجود داخل الأطراف الكردية، ونرى اليوم هناك أطراف كردية مثل حركة التغيير والتحالف من أجل الديمقراطية. هذا السياق وبحديثكم عن هذه الأطراف الكردية، كانت النائبة أشواق الجاف قالت إن هناك تنافسا بين المالكي والعبادي لاستقطاب القيادات الكردية قبيل الانتخابات. برأيكم كيف سينعكس هذا التنافس على المشهد السياسي في كردستان وفي العراق عموما؟ بلا شك هذا يقسم الشارع الكردي، يقسم الأحزاب الكردية من جديد، لأن الآن هناك توجه من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني للتعاون والتحالف مع المالكي. هناك تجميل لشخصية المالكي في الأوساط الإعلامية كرها للعبادي، وهذا يدل على أن سيكون هناك تحالفات جديدة في الانتخابات القادمة. ولكن هذه المرة من الصعب أن يكون هناك اتحاد من قبل الأحزاب الكردية، وبالتالي هذه الأحزاب المعارضة قد تتوجه للتحالف مع العبادي، والأحزاب الباقية تتوجه للتحالف مع المالكي ضد العبادي. وهذه الأمور، هذه الانقسامات زادت من تعنت العبادي، وقد يكون هناك أصوات كردية أصلا تحرض العبادي كي لا يقبل بالتفاوض مع الحكومة الكردية، وهذا يفسر عدم قبول العبادي للجلوس مع الحكومة إقليم كردستان العراق، بينما يقبل الجلوس مع باقي الأحزاب بشكل انفرادي، وهذا هدف منه لزعزعة الإقليم أكثر وتقسيم الأحزاب الكردية وإضعافها أكثر وأكثر. تحدثتم عن شكل من أشكال انشقاق الصف الكردي في سواء من خلال هذه الأزمة بين أربيل وبغداد، وكذلك حول الانتخابات القادمة بين مؤيد للعبادي ومن يبحث عن بديل عنها. كيف تقرأ هذا الانشقاق الحاصل، وبرأيكم من هو هذا البديل المقترح؟ بلا شك أن هذا الأمر جاء بسبب عدم وصول قناعة كافية لدى الأطراف الكردية بأن العبادي قادر على إنهاء المشاكل، وتعنت العبادي أيضا ساهم في تشكل هذه العقيدة. يعني الحزب الديمقراطي الكردستاني بقيادة البارزاني كان من المتفائلين بالعبادي، وكان ضد المالكي وعمل على تأسيس تحالفات ضد المالكي، ولكن الآن يرى أن العبادي أيضا يسير على نفس الخطوات التي سار عليها المالكي من إخصاء الكرد وفرض الإجراءات الجانبية على الطرف الكردي، وبالتالي هو أيضا يرى أن من الضروري أن تتشكل تحالفات جديدة في الانتخابات القادمة لضرب العبادي وعدم السماح له للولاية الثانية، دون أن يكون هناك قراءة واسعة للمشهد. هل سيكون هناك فائدة للقضية الكردية من التعاون مع المالكي، وخاصة أن المالكي الآن هو الطرف الأضعف في المعادلة، فالتحالف فالمالكي أيضا يحاول أن يزيد من الشقاق الموجود بين الأكراد وبين العبادي حتى يعني يفوز بالصوت الكردي ويستطيع إنجاح تحالف مستقبلي مع الأكراد ضد العبادي الذي هو عدوه اللدود في الانتخابات البرلمانية المستقبلة. أشكرك جزيل الشكر شاهو القرداغي الباحث السياسي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.